يقول السائل: هل يقول أنا شاب ولله الحمد أعلم بعض الأحيان الحكم ولا أنكر المنكر وذلك استحياء مني، أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذا لا يمنع الحياء، لا يمنع من الدين، الدين الحياء الذي يمنع من الدين هذا مذموم، إنما المحمود الحياء الذي يمنع مما لا يليق، الحياء الذي يمنع من الشيء الذي لا يليق بالإنسان بالمسلم كأسافل الأمور والمعاصي وغير ذلك، هذا حياء محمود، وهذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، أو قال: الحياء من الإيمان، الحياء الذي يمنع صاحبه مما لا يليق بالمروءة أو لا يليق بالدين. وأما الحياء الذي يمنع من الخير ويمنع من تعلم العلم ويمنع من السؤال، سؤال ما يحتاج إليه في دينه، فهذا حياء مذموم، أو يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا حياء مذموم. نعم.